السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم جميعا عبر عين بوابة التعليم الوطنية، ونتمنى للجميع التوفيق والسداد. درسنا لهذا اليوم سوف يكون عن الأعداد الحقيقية للصف الثاني المتوسط. بداية، دعونا نتعرف على عناصر الدرس لهذا اليوم. سوف نتحدث في هذا الدرس عن الأعداد الغير نسبية، ما هي وكيف تكون، ثم ننتقل إلى الأعداد الحقيقية وكيف نصنف الأعداد إلى نسبية أو غير نسبية وإلى آخره، وكيف نقارن بين الأعداد الحقيقية. بداية، دعونا نتذكر سوية تعريف العدد النسبي. كما أخذنا سابقا، العدد النسبي هو العدد الذي يمكن كتابته على صورة كسر ألف على باء، حيث ألف وباء عددان صحيحان، وأن باء لا تساوي الصفر. إذن أي عدد نستطيع أن نكتبه على صورة بسط ومقام يعتبر عددا نسبيا. أمثل على هذه الأعداد: 1 على 7. 1 على 7 كسر اعتيادي مكتوب مسبقا على صورة بسط ومقام، إذن يعتبر عددا نسبي. سالب 8، أيضا السالب 8 مقامه 1، فبالتالي استطعنا أن نكتبه على صورة بسط ومقام، إذن يعتبر أيضا عدد نسبي. جذر 100، جذر 100 يساوي كم؟ 10، والعشرة مقامها إيش؟ 1، إذن 10 على 1 استطعنا أن نكتبه على صورة كسر، فبالتالي جذر 100 يعتبر عددا نسبيا. إذن جميع هذه الأعداد تعتبر أعدادا نسبيا، لأنه استطعنا أن نكتب هذه الأعداد على صورة كسر. طيب، إذا كان العدد النسبي هو العدد الذي يمكن أن نكتبه على صورة كسر، فكيف يمكن أن يكون العدد الغير نسبي؟ إذا وضعنا القيمة جذر 7 في الآلة الحاسب، سوف يكون الناتج 2.64575131 2 وإلى آخره، ويستمر هذا الكسر دون تكرار. وبما أنه غير منتهي، لم ينتهي ولا يتكرر، يعني ما يكون عدد واحد مثلا 2.666 أو 3.1111 وإلى آخره، غير منتهي ولا يتكرر، فمن غير الممكن كتابته على صورة كسر اعتيادي، لا نستطيع أن نكتبه على صورة كسر اعتيادي، وبذلك هو عدد ليس نسبيا لأننا لم نستطع أن نكتبه على صورة كسر. ونسمي هذا النوع من الأعداد أعدادا غير نسبية. طيب، كيف أنا ممكن أميز العدد الغير نسبي عن العدد النسبي؟ العدد الغير نسبي هو الجذر التربيعي لأي عدد ليس مربعا كاملا، يكون جذر تربيعي لأي عدد ليس مربعا كاملا. مثل ماذا؟ مثل الآن جذر 7، أيضا جذر 2، جذر 3، جذر 5 وإلى آخره، هذه الأعداد ليست مربعا كاملا. طيب، إيش في أعداد ممكن تكون مربعا كاملا؟ اللي هي الجذور التي لها ناتج عدد صحيح، مثل جذر 4 يساوي 2، جذر 25 يساوي 5، جذر 36 يساوي 6 وإلى آخره. أما الجذور التي ليست مربعا كاملا تعتبر أعداد غير نسبية. والتعبير اللفظي للعدد الغير نسبي هو العدد الذي لا يمكن كتابته على صورة الكسر ألف على باء، حيث ألف وباء عددان صحيحان وباء لا تساوي صفر. أمثلة على ذلك جذر 2، لو استخدمنا الآلة الحاسبة لإيجاد قيمة جذر 2 يكون الناتج تقريبا 1.414213562 ويستمر ولا يتكرر ولا ينتهي، فبالتالي جذر 2 عدد غير نسبي. مثال آخر ذكره الكتاب: سالب جذر 3 ويساوي تقريبا 1.73205087، أيضا لم يتكرر ولم ينتهي، فبالتالي يعتبر أيضا عددا غير نسبي. فالأعداد الغير نسبية بالإضافة إلى الأعداد النسبية التي من ضمنها الأعداد الصحيحة والكلية
جميعها تندرج تحت عنوان درسنا لهذا اليوم وهو الأعداد الحقيقية. إذن الأعداد الحقيقية تشمل أعدادا غير نسبية وأيضا الأعداد النسبية، بالإضافة إلى ما يندرج تحت الأعداد النسبية من الأعداد الصحيحة والكلية. دعونا الآن نصنف الأعداد. مثال: سمي كل مجموعات الأعداد التي تنتمي إليها الأعداد الحقيقية. 0.25255. ماذا نلاحظ على هذا الرقم؟ متكرر 2 5 2 5 2 5، إذن يعتبر كسر عشري دوري. هل نستطيع كتابته على صورة كسر؟ نعم، 25/99. بما أننا استطعنا كتابته على صورة كسر، إذن يعتبر عددا نسبيا. مثال آخر: سمي كل مجموعات الأعداد التي تنتمي إليها الأعداد الحقيقية. جذر 36. تذكروا دائما يجب تبسيط الأعداد قبل التصنيف. نبسط الأعداد قبل التصنيف. من المعروف أن جذر 36 يساوي كم؟ 6. والستة هذه تعتبر نقدر نصنفها ضمن الأعداد الكلية والأعداد الصحيحة وأيضا الأعداد النسبية، لأن مقامها 1 نستطيع كتابته على صورة بسط ومقام. مثال آخر: سمي كل مجموعات الأعداد التي تنتمي إليها الأعداد الحقيقية. سالب جذر 7. إذا استخدمنا الآلة الحاسبة في إيجاد قيمة سالب جذر 7، سوف يكون الناتج تقريبا 2.645754131312 وإلى آخره، لم يتكرر ولم ينتهي. هل نستطيع كتابته على صورة كسر؟ بالتأكيد لا، فبالتالي سالب جذر 7 يعتبر عدد غير نسبي لأنه ليس منتهي ولا متكرر. تدريب: سمي كل مجموعات الأعداد التي تنتمي إليها الأعداد الحقيقية. ونتذكر دائما بأنه يجب تبسيط الأعداد قبل التصنيف. بداية جذر 10. جذر 10 بالآلة الحاسبة تكون قيمته تقريبا 3.162227 6 وإلى آخره. نلاحظ أن الكسر العشري لم ينتهي ولم يتكرر، فبالتالي لا نستطيع كتابته على صورة كسر. وبما أننا لا نستطيع كتابته على صورة كسر، فإنه يعتبر غير نسبي. العدد الثاني، العدد الكسري سالب 2 و2/5، كما علمنا سابقا نستطيع كتابته على صورة كسر بضرب 5 في 2 10 + 2 يساوي 12، ويكون المقام كما هو 5. وبما أننا استطعنا كتابته على صورة كسر، فبالتالي يعتبر عددا نسبيا. العدد الأخير جذر 100. جذر 100 عند تبسيطه يساوي 10، والعشرة كما هو معلوم تعتبر عدد كلي وأيضا عدد صحيح وأيضا مقامها 1، استطعنا أن نكتبه على صورة كسر، فبالتالي تعتبر أيضا عددا نسبيا. إذن في هذا الجزء تعرفنا كيف نصنف الأعداد إلى أعداد نسبية أو غير نسبية، وإذا كانت نسبية هل ممكن أن تكون صحيحة أو كلية. للأعداد الحقيقية خصائص مثلها مثل بقية الأعداد، وسوف نعرج عليها الآن سريعا. أول خاصية، خاصية الإبدال. فالأعداد الحقيقية لها خاصية الإبدال في عملية الجمع وأيضا في عملية الضرب. ف3.2 × 10 + 2.5 تعطينا نفس الناتج 2.5 × 3.2. أيضا في عملية الضرب، 5.1 × 2.8 تعطي نفس الناتج 2.8 × 5.1. الخاصية الأخرى، خاصية التجميع. ف2 + 1 + 5 تعطي نفس الناتج 2 + 1 + 5. إذن التجميع 2 + 1 + 5
يعطي نفس الناتج للتجميع لواحد زائد خمسة زائد اثنين. أيضا التجميع في عملية الضرب، فثلاثة في أربعة مجمعة في ستة تعطي نفس الناتج لأربعة في ستة مجمعة في ثلاثة. الخاصية الأخرى التوزيع، فلو وزعنا الاثنين في ثلاثة زائد خمسة تعطي نفس الناتج لاثنين في ثلاثة زائد اثنين في خمسة. العنصر المحايد، هناك عنصر محايد جمعي وعنصر محايد ضربي، فعنصر المحايد في عملية الجمع هو الصفر يعطينا نفس الناتج لا يتغير، والعنصر المحايد في عملية الضرب هو الواحد ويعطينا نفس الناتج لا يتغير. أيضا النظير الجمعي، النظير الجمعي أربعة إذا جمعناها مع سالب أربعة يطلع الناتج صفر، أي عدد زائد نظيره الجمعي يعطيك صفر. والنظير الضربي، اثنين على ثلاثة ضرب النظير الضربي لها اللي هي ثلاثة على اثنين، وأي شيء ضرب نظير الضربي سيعطي الناتج واحد. إذا هذه مجموعة من خصائص الأعداد الحقيقية. دعونا الآن نتعرف كيف يمكن أن نقارن بين الأعداد الحقيقية. مثال، ضع إشارة أكبر من أو أصغر من أو يساوي في الفراغ لتكون العبارة صحيحة. جذر سبعة نبغى نقارنها مع العدد الكسري اثنين واثنين على ثلاثة. لتسهل المقارنة دائما نكتب العددين على الصورة العشرية، فإذا استخدمنا الآلة الحاسبة في كتابة جذر سبعة يكون الناتج تقريبا 2.645751 3 وإلى آخره، و 2 و 2 على 3 إن كتبناه بالصورة العشرية يكون الناتج 2.6666 وإلى آخره. الآن إذا نبغى نقارن بين هذين العددين على خط الأعداد، فالعددين يقعان بين 2.6 و 2.7، فجذر 7 يكون في هذا المكان وهنا، واثنين واثنين على ثلاثة. طيب طالما أن اثنين واثنين على ثلاثة عن يمين جذر 7 إذن هي الأكبر، إذن هي الأكبر. فبما أن 2.645575 اللي هي جذر 7 أصغر من 2.666 إذن اثنين واثنين على ثلاثة هي الأكبر. فبالإمكان أن تقارن باستخدام خط الأعداد أو تقارن باستخدام المنازل، وبالتالي نستطيع أن نتعرف على الأكبر أو الأصغر. تدريب، ضع إشارة أكبر من أو أصغر من أو يساوي في الفراغ لتكون العبارة صحيحة. 1.5 10 دوري، هذه الإشارة تدل على أن الخمسة متكررة، وجذر 2.25. في البداية كما تعلمنا لتسهل المقارنة نكتب العددين على الصورة العشرية. 1.5 مكررة تكون بالصورة 1.55 متكررة، جذر 2.25 تعطي 1.5. الآن دعونا نرى هذين الرقمين على خط الأعداد لنميز أيهما أكبر. جذر 2.25 هذا مكانه، 1.5 كسر 10 دوري هذا مكانه، 1.5 كسر 10 دوري يقع عن يمين جذر 2.25، إذن 1.5 هو الأكبر، 1.5 هو الأكبر. وبما أن 1.555 أكبر من 1.5 إذن 1.5 كسر 10 دوري متكرر أكبر من جذر 2.25، وبالتالي هذا هو يكون العدد الأكبر. إذا نستطيع أن نقارن إما باستخدام خط الأعداد أو بمقارنة المنازل لنميز أي العددين أكبر أو أصغر، أو أي العددين أصغر، أو إذا كان العددان متساويان. إذا في هذا اليوم تعرفنا عن الأعداد الحقيقية، وقلنا أن الأعداد الحقيقية تشمل الأعداد غير النسبية بالإضافة إلى الأعداد النسبية التي تندرج تحتها الأعداد الصحيحة والأعداد الكلية. وأيضا تعرفنا على الأعداد الغير نسبية، قلنا هو عكس العدد النسبي، والعدد غير النسبي هو العدد الذي لا يمكن كتابته على صورة الكسر ألف على باء
حيث ألف وباء عددان صحيحان وأن باء لا تساوي الصفر. وأيضا تعرفنا عند المقارنة بين الأعداد الحقيقية فمن الأفضل تحويلها إلى كسور عشرية، ومن ثم المقارنة بينهما إما بخط الأعداد أو بمقارنة المنازل. هذا ما لدينا في هذا الدرس، أتمنى لكم التوفيق والسداد، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.